أنا يقول لي واحد من القياديين في جماعة الأخوان، هو متصل فيني في مصر؟ لا لا، هني بالكويت، جاي هني الكويت، واتصلوا فيني فقال لي تعال أبي أشوفك. فرحت له، رجل رحمة الله عليه من أعمدة الدعوة يعني، ورجل يعني نحسبه يعني من مجاهدين يعني، 18 سنة بالسجن يعني. فيقول لي ايه حكايتك يا عبد الله؟ ايه حكايتك يا عبد الله؟ قلت له اي حكاية؟ قال لي بنسمع انت تكتب مقالات تنتقد الاخوان وتنتقد. انت مو انتقد الاخوان، انتقد نفسي انا يعني، انا اعتبر نفسي اسلامي يعني، انتقد احنا الاسلاميين ما عندنا سماحة ولا عندنا هذا. فانا ابي اسألك عدة اسئلة اقول له. قال انت حتسألني انا؟ قلت ايه والله بسألك انت، انا سألت ناس اكبر منك يعني في امريكا وفي انجلترا، ليش ما اسألك انت يعني؟ قال لا لا لا، انت تسلم نفسك قبل ما تسألني. تسلم نفسك؟ ايه، هذه التسليم. ايه، هذه عبارة البيعة تقال في المخافر يعني، مو تقال في حوار يعني. سلم نفسك. قلت لا، اسلم نفسي لك انت؟ لا، الريال يعني تعبان على روحي وقاري وكذا، انا بيتحاور معك، مو اسلم نفسي لك يعني. لم يجب على اي سؤال لي، لان لا يقبل فكرة النقد الذاتي، لا يقبل فكرة النقد. ولذلك التربية اللي يحصل عليها عضو الجماعة الإسلامية تربية حزبية وليس تربية اجتماعية، هاي نقطة مهمة ترى. تربية حزبية. تربية حزبية. أنت سلفي، أنت سلفي، أنت أخوان، أنت أخوان، أنت جمعي التبليغ، تبليغ، بس تكفير وهجرة، تكفير وهجرة، يعني المقدس والمدنس، يعني إحنا المقدس والباقي المدنس. هذا التفكير خطير جدا عمار، هذا كيف يحكم وكيف يستطيع أن يعدل بين الناس وكيف يستطيع أن، عرفت قصدي أنا بالكلام هذا؟ فأنا أقول ما لم تعيد الجماعات الإسلامية النظر في نظامها التربوي ونظامها الثقافي ونظامها، وهذا لا يكون إلا بأنه يبتعدوا عن فكرة الحكم الآن تماما يعني، قعدوا 50 سنة لا تفكرون بالحكم. طيب الجماعة الإسلامية أو الإخوان الموجودين في الخليج، نعم، يفترض نظريا ما عندهم طموح للوصول إلى الحكم. لا، فليش ما عندهم، ليش ما يصير عندهم بدء في 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 تهيئة جيل ثاني، في فتح باب النقد، في تهيئة كوادر، ليش مو قاعد يصير هذا؟ بالعكس، أنا أشوف الجماعات الإسلامية في الخليج أقرب إلى هذا من الجماعات الإسلامية في مصر، في مصر وفي الهلال الخصيب والمغرب. لا بالعكس، ترى الجماعات الإسلامية هني اللي بالمنطقة مالتنا الخليج أمرا من مما نتصور يعني، عندهم مرونة وعندهم قناعة بأنهم بحاجة إلى إعادة التثقيف وإعادة الهيكلة، عندهم